ومعنا على الهاتف الدكتور محمود محي الدين. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا استاذه لميس، اهلا وسهلا. يعني ما هي المربكات؟ اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. ما هي المربكات في التقدم؟ طبعا يعني على مفترض بلاد التقدم هو الامر السهل يعني، لكن المربكات هي المعوقات في سبيل التقدم. الكتاب اللي ان شاء الله هيخرج من نوره يعني في خلال شهور قليله بيتكلم عن موضوع اصول التقدم واسباب التخلف حول العالم، تخلف الدول عن التقدم. وبتكلم عن يعني ايه هي الاسباب اللي تجعل الدول اكثر قدره على التطور والنمو من خلال الاستثمار في البشر وفي البنيه الاساسيه والبنيه التكنولوجيه. ولكن موضوع المربكات ده هو اي نوع من انواع المعوقات اللي ممكن تكون موجوده في سبيل حركه الدول، اما لاسباب داخليه او اقليميه او دوليه. اكبر المربكات الان هي الجائحه كورونا اللي عطلت مسيره التنميه في كثير من الدول حول العالم. وممكن حتى المربكات دي تكون شكلها ايجابي في البدايه، زي موضوعات مثلا الرقمنه والتحول الرقمي، لو احنا مش مستعدين لها بشكل كافي بالاستثمار في القاعده التكنولوجيه، في تعليم الناس بشكل جيد، في تطوير النظم المتابعه، من الممكن معناها ايجابيه بالاساس وتسمح لنا الان بالتواصل بيننا وبين بعضنا، الا انها من الممكن ان تكون مربكه للحركه. بعض الناس بيقول ان دي هتكون واحده من اسباب الفقر وتوزيع الدخل السيء اذا لم تستعد الدول لتطورات الثوره الصناعيه الرابعه اللي هي بتعتمد بالاساس على البيانات والتكنولوجيا المعلوماتيه. الكتاب برضه بيتكلم عن كيف تمول التنميه ودور اسواق المال في هذا الامر ودور القطاع المالي والمصرفي. وبنشوف حول العالم النهارده ان اسواق المال في شده الابتعاش، ولكن هناك مشاكل بما نراه في المال المتوفر للاستثمار في كل ما يرتبط بالتنميه، فواضح ان كده في نوع من انواع التباعد الكبير بين حركه اسواق المال والبورصات العالميه وما تحتاج الدول من الاستثمار. الكتاب ايضا بيتعامل مع التطورات الاقتصاديه الدوليه في اخر 3 سنوات، وايضا بيتناول تطورات اقتصاد العرب في الفتره نفسها، بيتكلم عن اداره الازمات وغيرها من الموضوعات اللي بتهم اي حد معني، ليس فقط بتطور دولته او اقليمه الاقتصادي، ولكن ايضا بتطور نظم واعمال الشركات ونصيب الناس من التنميه فيما اطلق عليه كغير توطين التنميه.